موجة من الحزن أصابت الشارع الرياضي بعد النتيجة المخيبة للآمال والمخالفة كل التوقعات، إذ تواصل إيقاف كرة القدم بعد قرار كونغرس الفيفا. القبس الإلكتروني رصدت ردود أفعال الجمهور الرياضي. كثير من الشباب حتى يعني معنوياتهم تهبطت لدرجة في بعض الأبطال أعلنوا عن توقيفهم التمثيل الدولي بسبب الإيقاف دولة الكويت، فأثر على وايد شباب هذا الإيقاف. يحيون الاتحاد الحالي ويسوون اتحاد جديد خلاص، بس اكيد شيء ضيق الخلق. يعني ان ديرتنا الكويت اول وين كنا بالثمانينات والحين وين صرنا، كل مره من حال الى اردق عن نصير. الحل ان اللي عندهم كفاءه هم اللي يمسكون المناصب الرياضيه. احنا نشوف اللي الحين ماسكين المناصب ما لهم اي 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 اتصال بالرياضه كلش، يعني وكله محسوبيات، يعني محسوبين على ناس معينه فيمسكون مناصب مهمه بالرياضه، فهذا اللي ضيع الديره. النزاعات ما بينهم ضيعنا احنا، ضاعوا الشباب. المشكلة من الاتحاد، وأتمنى من الاتحاد أنه يستغيب، واضحة من فوق، وإن شاء الله يحلونها، والمجلس لا وقفة إن شاء الله. يعني في رياضيين بالمجلس بس المجلس ما مو قاعد يتحرك، إن شاء الله يتحرك. شيء محزن أن الرياضة الكويتية تتعثر بهالطريقة بعد هذا التاريخ والتراث العريق، منتخباتنا الدولية والمحلية وهذا كله، يعني للأسف يضر في سمعة البلد بالدرجة الأولى اللي صار. أنا برأيي أن حل المشكلة يكون عن طريق خصخصة الأندية. إذا خصخصت الأندية ودخلتوا فيها ناس في عندهم انفستمنت حق النوادي، بالتالي راح شوي هذه سيطرة الناس المحليين على الكرة الكويتية راح تروح، ممكن يصير في عندنا انجذاب حق اللاعبين الموهوبين للكرة الكويتية والرياضة الكويتية بشكل عام. أثر على المستوى الرياضي بالكويت بشكل عام طبعا راح يكون يعني شيء سلبي بشكل عام على الرياضة، مو بس كرة القدم، على الرياضات الثانية راح يأثر سمعة الكويت رياضيا، يأثر على الاتحادات الثانية.